السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع اسمه AI Test Kitchen with Google. جوجل عامل حاجة كده تقدر ان انت تجرب فيها التكنولوجيات اللي هي هتنزلها قريب. هما دلوقتي فكروا ان الذكاء الاصطناعي بيكون بيتعامل مع الصور والصوت والكتابة والفيديو وكل حاجة، وممكن تديله حاجة يطلع لك حاجة تانية، يعني تديله فيديو يطلع لك صوت، تديله صوت يطلع لك كتابة وهكذا. ده الاغلب شركات الذكاء الصناعي، بدل ما هو يتخصص في حاجه معينه، لا يبقى معاك كل حاجه. فانت يبقى عندك على الموبايل عايز تتكلم صوت، تتكلم فيديو، تشغل فيديو وتصور اي حاجه، هو يبدا ان هو يتفاعل مع الحاجات اللي موجوده. طيب ده فيديو اف اكس لسه ما نزلش في الدوله اللي انا فيها، لكن اشتغل في بعض الدول. وزي ما انت شايف بتديله حاجه انت عايزها، تقول له مثلا اعمل لي فيديو عن سفينة بتغرق، وتقدر تغير الكلمات الأساسية اللي موجودة. image fx تقدر تديله تكست يعمل لك بصورة أقوى من اللي أنت شفته قبل كده. في برضو الميوزك. طيب الايمج ممكن تيجي هنا تختار أي حاجة، تمام، وتقول له أنا عايزها مثلا بأسلوب معين، تمام. هيبدأ يعمل لك 4 صور، وبيقول لك إن دي مثلا ممكن تغيرها لحاجة مثلا سكتشي هكذا. فبيديك بعض الامكانيات حلوة ان انت تعمل صور باشكال مختلفة، تمام، وتقدر تغير اي حاجة انت عايزها، تمام. خليه بس يعمل صورة وبعد كده نجرب حاجات تانية. عمل الصورة اهيت، وكل صورة من دول تقدر تعمل لها edit image زي ما انت عايز. تمام، تقدر تختار بقى عايزها اي حاجة انت عايزها من الاساليب ديت. يعني ممكن تقول له انا عايزها كأنها سينمائية، عايزها كأنها سكتشي، يبدأ انه يعملها. طيب هو بيقول ان انت خلصت التجربة بتاعت النهاردة. طيب ممكن نيجي هنا برضو ونقول له عايزين نعمل كده، احنا مثلا بنعمل ميوزك، تمام، وهنقول له جنريت. وممكن تختار الأداة اللي انت هتستخدمها، تمام، اي أداة انت عايزها تقدر تختار من هنا وتعدل فيها زي ما انت عايز، فيبدأ يعمل لك مقطوعة موسيقية، وتقدر تعمل لها داونلود، وتقدر تعمل لها شير، وممكن تغير للدي جي مود، تمام، وتقدر ان انت تعمل حاجة خاصة بيك برضو بأساليب سهلة، وتبدأ بقى ان انت تشغل الصوت اللي انت عايزه، تمام. طيب ده ببساطة الموقع، هو تسيبه لكم في التعليقات، اتمنى يعجبكم.